مشاهدينا، الحديث عن هذا الموضوع معي من باريس رومان نادال الناطق باسم الخارجية الفرنسية. أهلا بك سيد رومان معنا. إذا نبدأ من هذا الاجتماع بعد غد الخميس لبحث طبعا كما ذكرنا موضوع مكافحة الإرهاب. بداية، لماذا الاجتماع يعقد في جدة في السعودية؟ ما الأهداف برأيك وراء عقد الاجتماع في جدة؟ هذا الاجتماع مهم ومفيد لأنه يجب حشد دعم أكبر عدد ممكن من البلدان لمحاربة تنظيم داعش. نعم، مجموعة من الدول، دول عربية، دول الخليج أيضا تشارك الولايات المتحدة بهذا الاجتماع. برأيك ما الذي من الممكن أن يخرج منه؟ كيف ستتبلور الخطة؟ هل من معالم واضحة لهذه الخطة لمكافحة الإرهاب قبل هذا الاجتماع؟ États de la région s'unissent. Oui, monsieur. هل تسمعني سيد رومان؟ Oui, je vous écoute, monsieur. يبدو أن سيد رومان، هل تسمعني؟ Oui, je vous entends bien, monsieur. سأقوم بإعادة السؤال سيد رومان. يعني سؤالي كان اليوم هذا الاجتماع، هل في أي عناوين واضحة للمخطط لمكافحة الإرهاب؟ هل مبني على أساسات معينة قبل عقد هذا الاجتماع؟ بماذا سيخرج برأيك؟ هناك أهداف واضحة، حيث يجب دعم السلطات العراقية لأن هذه السلطات هي المسؤولة أولا وقبل كل شيء عن تأمين العراق وحماية المواطنين العراقيين. فالهدف الأول هو دعم السلطات العراقية وكذلك توفير الدعم الدبلوماسي والسياسي والعسكري والإنساني لها لتعزيز التصدي لتنظيم داعش. كما يجب على البلدان في المنطقة أن تدعم العراق وكذلك على الدول خارج المنطقة والتي يهددها هذا التنظيم الإرهابي، على هذه الدول أن تدعم العراق. إذن يجب أن يكون هناك تحالف دولي واسع النطاق يبدأ ببلدان المنطقة لكنه يتسع ليشمل المجتمع الدولي برمته، وهذا هو هدف الاجتماع الذي سيعقد في جدة. وهناك اجتماع آخر سوف يعقد في باريس بتعاون مع الولايات المتحدة وبلدان المنطقة وال الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن في باريس في الأيام المقبلة للإعداد للاجتماع الذي سيعقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر. يجب أن نؤكد لهذا التنظيم الإرهابي بأن المجتمع الدولي لن يتخلى عن الشعب العراقي وعن السلطات العراقية حتى يواجهوا بمفردهم هذا التهديد العالمي. نعم، طيب إلى أي مدى في جاهزية لهذا التعاون سيد رومان؟ إن كان ترحيب بفكرة التعاون، انضمام العديد من الدول لهذا التحالف، والإمكانية بالفعل ردع مثل هذه التنظيمات المتطرفة. نعم، نحن نشعر بأن هناك وحدة في الرؤية في المجتمع الدولي، وهناك قرار تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في شهر يوليو ضد تنظيم داعش، والهدف من القرار هو التجفيف منابع التمويل لهذا التنظيم. وكذلك هذا القرار اتخذ تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه خطوة أولى على طريق حشد الدعم الدولي ضد هذا التنظيم الإرهابي. ولكن يجب أن نمضي قدما ونقوم بخطوات أكثر ونجمع البلدان الراغبة لدعم السلطات العراقية وإظهار عزمنا للتصدي بطريقة ناجعة ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي يهدد الشعب العراقي ولكنه يرغب في الانتشار والتمدد خارج العراق، وبذلك فهو يهدد جميع دول المنطقة وكذلك الدول خارج هذه المنطقة. شكرا لك من باريس رومان نادال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، شكرا جزيلا لك.
يعتزم مجلس الأمن مطالبة دول العالم بمنح أو بمنع وكبح تجنيد وسفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المتطرفة من خلال تجريم القوانين المحلية لذلك، واعتبارها جريمة جنائية خطيرة في الوقت الذي قدمت فيه واشنطن مشروع قرار إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع بشأن كيفية التعامل مع المقاتلين.